صباح الخير يا أصحابي، معاكم ميس نادية من فيوتشر بايونيرز. النهاردة هنتعرف يا أصحابي على الأصوات القصيرة. إيه هي الأصوات القصيرة؟ الأصوات القصيرة 4 أصحاب بييجوا يلعبوا مع الحروف. تعالوا نتعرف على أسمائهم. النهاردة هناخد الأصوات القصيرة. إيه هي الأصوات القصيرة؟ عندنا يا أصحابي أول صاحب بيجي يلعب مع الحرف بتاعنا اسمه الفتحة، اسمه الفتحة. كل حركة من الحركات القصيرة بتيجي بتغير صوت الحرف. هنتعرف دلوقتي يعني إيه الحركات القصيرة بتغير صوت الحروف. عندنا أول صاحب اسمه الفتحة. حركة الفتحة بنفتح فيه فمنا، والفتحة بتكون شرطة مايلة فوق الحرف. حركة الفتحة بتكون شرطة مايلة فوق الحرف وبتغير صوت الحرف، وبيبقى فمنا مفتوح عند نطق الحرف. تعالوا نشوف صاحبنا التاني. صاحبنا التاني اللي بيحب يلعب مع الحروف اسمه الكسرة. الكسرة يا أصحابي بتبقى شرطة صغيرة تحت الحرف. الكسرة بتيجي بتغير صوت الحرف وبتغير شكل النطق، وهي عبارة عن شرطة مايلة تحت الحرف. تعالوا نشوف صاحبنا الثالث اسمه ايه؟ اسمه الضمة. الضمة برضو لما بتيجي بتغير صوت الحرف وبتبقى فمنا مضموم وبتكون فوق الحرف وبتغير صوته. تعالوا نشوف صاحبنا الرابع، آخر صاحب بيحب يلعب مع الحرف اسمه السكون. السكون هادي خالص وما بيعملش أي دوشة، بيجي مع الحرف وبنوقف صوت الحرف وبيكون برضو فوق الحرف، دايرة صغيرة فوق الحرف. كده عرفنا الـ4 أصحاب اللي بيحبوا يلعبوا مع الحروف. تعالوا نشوف أول صاحب لما هيجي يلعب مع حرف الألف. فاكرين حرف الألف اللي احنا أخدناه؟ اتفقنا إنه عصاية واقفة على السطر وفوق راسه همزة. طيب زي ما احنا شايفين دلوقتي الفتحة جت تلعب مع حرف الألف. قلنا الفتحة بتبقى شرطة مايلة فوق الحرف. هننطق ازاي حرف الألف؟ اتفقنا ان الفتحة بتيجي بتغير صوت الحرف. زي ما احنا شايفين قدامنا صورة اسد. هننطق حرف الالف مع الفتحة الف آ اسد، الف آ اسد. تعالوا نشوف يا اصحابي لو ما هتيجي الفتحة وتلعب مع حرف الميم هنتغير صوته ازاي؟ الفتحة زي ما احنا شايفينها شرطة مايلة فوق حرف الميم، وقدامنا صورة ماوس، يبقى هننطقه ميم فتحة ما ماوس، ميم فتحة ما ماوس. شفنا ازاي حرف الميم صوته اتغير مع الفتحة؟ تعالوا نشوف يا أصحابي لما هتيجي الفتحة وتلعب مع حرف الباء. حرف الباء صوته هيتغير وهنقول باء فتحة باء بطة، باء فتحة باء بطة. كده شفنا الفتحة لما هتيجي تلعب مع الحروف. تعالوا نشوف صاحبنا التاني الكسرة.
اتفقنا ان شكل حرف الالف بيكون عصايه واقفه على السطر والهمزه فوق راسه. طيب الحرف اللي احنا شايفينه دلوقتي الهمزه نزلت تحت، يبقى الكسره لما هتيجي تلعب مع حرف الالف بتاخد الهمزه وبتنزلها تحت خالص، وبيبقى نطق حرف الالف اي. الف كسره اي. طيب وقدامنا صوره اصبع، هننتقل ازاي حرف الالف؟ الف كسره اي اصبع. نلاحظ ان الهمزه نزلت تحت، الكسره اخذتها ونزلت الهمزه تحت حرف الالف، وصوت الالف اتغير، الف كسره اي اصبع. تعالوا نشوف يا اصحابي الكسره لما هتيجي تلعب مع حرف الميم. عندنا شكل حرف الميم وتحتيه كسره، الكسره يا اصحابي بتغير الصوت، وعندنا صوره مفتاح. الميم لما هتيجي تلعب مع حرف الكسره، لما هتيجي تلعب مع الميم صوته هيتغير وهننطقه ميم. ميم كسره مي مفتاح، ميم كسره مي مفتاح. تعالوا نشوف يا اصحابي الكسره لما هتيجي تلعب مع حرف الباء صوته هيتغير والكسره تحت حرف الباء. تعالوا نشوف معانا باء كسره بي بنت. اخدتوا بالكم ان صوت حرف الباء اتغير؟ باء كسره بي بنت. تعالوا بقى نشوف صاحبنا الثالث. قلنا صاحبنا الثالث اسمه الضمه، الضمه بتيجي فوق الحرف وصوت الحرف بيتغير اول لما الضمه بتيجي. عندنا صوره اذن، هننطق ازاي حرف الالف؟ الف ضمه او اذن، الف ضمه او اذن. تعالوا نشوف يا اصحابي الضمه لما هتيجي تلعب مع حرف الميم صوتها هيتغير ازاي؟ عندنا صوره مهرج، هننتقل ازاي صوت الميم؟ ميم ضمه مو مهرج. اخذنا بالنا حرف الميم صوته اتغير ازاي؟ عشان الضمه جت فوقه ولعبت معاه. ميم ضمه مو مهرج. تعالوا نشوف يا اصحابي الضمه لما هتيجي تلعب مع حرف الباء صوته هيتغير ازاي؟ قدامنا صوره برتقال. طيب هننطق ازاي الباء وفوقيها الضمه؟ باء بو برتقال، باء ضمه بو برتقال. كده شفنا الضمه ازاي بتغير الصوت. دلوقتي يا اصحابي هنشوف صاحبنا الرابع لما هيجي يلعب مع الحروف. اتفقنا ان اسمه السكون، السكون ما بيغيرش صوت الحرف. تعالوا نشوف السكون لما هيلعب مع حرف الالف صوت الحرف هيبقى عامل ازاي. دلوقتي قدامنا الف سكون أ فأر، لاحظنا ان حرف الالف صوته ما اتغيرش، الف سكون أ. تعالوا نشوف يا اصحابي حرف الميم لما هيجي السكون يلعب معاه. قدامنا حرف الميم، ميم سكون م، حرف الميم صوته ما اتغيرش، وقدامنا صوره ام، صوت حرف الميم ما اتغيرش. تعالوا نشوف يا اصحابي السكون لما هيجي يلعب مع حرف الباء. اتفقنا ان السكون ما بيغيرش صوت الحرف. قدامنا باء سكون ب، وقدامنا صوره اب. تعالوا دلوقتي يا اصحابي نشوف الحركات القصيره. عندنا ألف
فتحة آ، ألف كسرة إي، ألف ضمة أو، ألف سكون أ. تعالوا نشوف حرف الميم مع الأصوات القصيرة. ميم فتحة ما، ميم كسرة مي، ميم ضمة مو، ميم سكون م. تعالوا نشوف حرف الباء مع الأصوات القصيرة. باء فتحة ب، باء كسرة بي، باء ضمة بو، باء سكون ب. كده تعرفنا النهاردة يا أصحابي على الأصوات القصيرة. نتقابل إن شاء الله في فيديو تاني جديد. مع السلامة.